اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايز أقول لك إن النبي علمنا إن الحياة دي ما فيهاش نفاق لو أنت عاوز تبقى راجل كويس ومحترم. علشان كده رسالتي النهاردة بقول لك لما تيجي تكلمني ما تسمعنيش اللي أنا بحبه، سمعني الحقيقة وعرفني الحقيقة بدون نفاق ولا مجاملات. مش عايز مجاملات. عارف ليه؟ أصل أنا اسمي المصري تاريخ وعراقة وعلم وقوة وضحكة حلوة. أنا لما بضحك بضحك من قلبي، ده اللي هم عرفوه عني، ولما بفرح بفرح من قلبي. محدش بيحب البلد دي قدي. أنا المصري الأصيل، هتلاقيني في الشوارع والحارات، هتلاقيني في كل حتة أصيل. لما حد بيتعب في حارتي بجري واروح أسأل عليه، حتى لو مفيش حاجة في جيبي، معيش فلوس، كلنا بنروح نسأل عليه. هي دي الأطباع الحقيقية. أنا ابن الحسن والحسين، أنا من آل البيت، أنا الشريف ابن فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها، أنا ابن المدد ابن سيدي علي زين العابدين. من كتر الموالد وآل البيت في مصر ما تعرفش أنا رايح فين بكرة، يمكن تلاقيني عند السيد البدوي أو سيدي الفرغل أو سيدي عبد الرحيم القناوي. أصل إحنا بنحب آل البيت والمدد جاي، فمحدش بيعرف يظلمنا، واللي بيجي عليه واللي بيجي علينا بنزعله. دايما حقنا بيرجع لنا. ممكن النهاردة أكل فول عادي، وممكن أكل أقل من الفول برضو عادي. إحنا اللي بنحترم الكبير، أصلنا طيبين، أطيب شعب بدون منازع. يجي الغريب يدخل بينا ما تعرفش تفرقه، يأكل أكلتنا ويقعد قعدتنا ويمشي في شوارعنا، محدش يدوس له على طرف. هو ده المصري، هي دي حقيقة المصري. المصري عمره ما كان فاسد ولا حرامي ولا مرتشي. خلي بالك كل ده بيحصل علشان في ناس بطنهم وجعاهم، بيجوا على الفقير وبيتعبوه. احنا اطيب شعب ودايما بنحب بعض وبنحاجي على بعض. اقول لك من الاخر، هيفضل المصري اصيل وهيفضل جواه الخير. انا لخصت لك الموضوع. عندي موضوع كبير بيسيء إلى شكل مصر، وإحنا أي حاجة تسيء لشكل مصر تزعلنا. عارف ليه؟ قبل ما أبدأ والناس تقول لي أنت بتطبل، أقول لهم يا عم متشكرين، لو أنتوا تعرفوا إن أنا بطبل طبلوا معايا. قبل ما أبدأ أحب أقول لحضراتكم النهاردة السيد الرئيس افتتح بطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر، وفي رسائل وجهها سيادة الرئيس في مقدمة افتتاح هذه الدورة. يا ريت نسمع الفيديو مع بعض يا جماعة. رئيس جمهورية مصر العربية،
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ارحب بكم جميعا ضيوفا كراما على ارض مصر الكنانه في اكبر تجمع رياضي يشهده العالم حاليا، في رساله نؤكد من خلالها بكم ومعكم ان العالم اصبح قادرا على التعايش في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا، وأننا سنتجاوز تلك المحنة بإذن الله أكثر تماسكا وتكاملا في مواجهة مختلف التحديات، وأكثر تفهما لقيمة الحياة والتعايش السلمي والآمن بين الشعوب. بسم الله وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال 27 بجمهورية مصر العربية. عادي، عندنا بطولة عالم مش موجودة في أي دولة في العالم دلوقتي. هات لي أي ممارسات رياضية في أي حتة في العالم، مش هتلاقي. بطولة عالمية بنستقبل دول العالم عندنا. في أربع أو خمس رسائل قالهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل كده بس عشان تعرف إن إحنا يعني ربك هو اللي بيسترها معانا. مدد يا رب. أول رسالة: البطولة دي بتقام على أرض مصر، أكبر تجمع رياضي في العالم دلوقتي في مصر، الحمد لله رب العالمين. طب ده في أزمة كورونا يا عم، ده الدنيا خربانة في الدول، ده البرازيل قفلت وإيطاليا قفلت، وفي دول حجمت المواضيع خالص. إحنا يا عم مستورين. هيطلع واحد يقول لك يا عم أنتوا ماشيين عكس الاتجاه. لا والله إحنا مش ماشيين عكس الاتجاه، احنا مستورين. يا رب تحفظنا وتحفظ بلدنا. دي الرسالة الاولى. الرسالة الثانية: الرئيس قالها في جملة الافتتاح جملة خطيرة جدا، يا ريت الناس ما تعديش الكلام ده، عشان الرئيس بتاعنا بيقول كلام لو احنا فطنا وفهمناه دي رسالة للعالم كله. الرئيس بيقول ايه؟ آن الاوان ان يفهم العالم انه اصبح لزاما على الشعوب بالتعايش السلمي. لازم تتوقف الحروب في العالم كله، كورونا دي علمت الناس لازم يبقى في سلم، لازم يبقى الناس تحب بعض، الدول تحب بعض وتخاف. احنا النهاردة بنحارب فيروس لعين بيقضي على بشرية، لازم العالم كله ينتبه. دي رسالة. وقال لازم نتكاتف ونتعايش في ظل هذه التحديات الكبيرة على مستوى العالم، والعالم كله عرف أهمية التعايش السلمي والحفاظ على الجنس البشري آمن. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والأمن. أخش بكم على طول برضو وأدخل بحضراتكم على برضو الوجهة المشرفة للرئيس، عشان في وجهة تانية أنا هتحدث عليها معاكم وتسامحوني. ماشي، نسمع كده نشوف مع حضراتكم الرئيس بيعمل ايه كل يوم. شوف كده يا جماعة الفيديوهات. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات تطوير المحاور والكباري بمحافظتي القاهرة والجيزة، واطلع السيد الرئيس أيضا على أعمال تطوير محور المطارية الجديد، كما تفقد السيد الرئيس كذلك محور الشهيد بشرق العاصمة وميدان محمد زكي، وكذلك الطرق والكباري بكل من منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة، كما تفقد سيادته محور رود الفرج مروراً بمحور تحيا مصر الذي يربط غرب القاهرة بشرقها،
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تفقد سير الأعمال التنفيذية للمخطط الشامل لإعادة تأهيل وتنمية منطقة المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة. ده الفيديو الأول يا جماعة، الفيديو الأول مع حضراتكم اللي ببدأ به الحلقة عشان نعرف إن في وجهة، في اتجاه للتعمير، في ناس بتبني، في ناس بتعمر، في ناس قلبة حياتها عمل، إنتاج، تصنيع، في ناس بتحب البلد. هو الرئيس بتاعنا يا جماعة اللي أنا بطبل له دلوقتي، ناس بتقول لك أنت بتطبل، طيب خلينا أطبل. هو مطالب ينزل يشوف المحاور دي؟ مطالب ينزل يشوف الطرق دي؟ هو مطالب كرئيس جمهورية يعمل كده؟ لا، مش مطالب بالكلام ده، بس هو كل صغيرة وكبيرة بيدخل فيها، هي دي طبيعته من زمان، طبيعة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعمل كده، يخش يشوف الطرق، يخش يشوف الـ الإجراءات الاحترازية، يدخل في حياة الناس، المبادرة بحياة كريمة لكل مواطن. الرئيس بيحاول يتدخل في كل صغيرة عشان يوصل لدقائق الأمور، عشان الناس اللي نايمة في العسل تصحى، عشان الناس اللي عاوزة تكسل وما تعملش أعمالها تفوق. تمام؟ طيب في برضه افتتاح تاني معانا الفيديو يا استاذ وليد. الفيديو بتاع افتتاح ال 500,000 فدان زراعه، نشوف كده. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي باستصلاح 500,000 فدان على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق. ويأتي مشروع مستقبل مصر الممتد على مساحة 500,000 فدان ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد. وقد وجه السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية بالتزام إدارة المشروع بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين. جاي عشان أسمع. الكلام واضح، اصل احنا برضو مطبلطية، احنا بنحب نطبل. 500,000 فدان زراعة في الطريق الصحراوي عند طريق الضبعة، ربنا يعمر بيوتنا ويعمر ارضنا ويعمر حياتنا. يا رب يا رب تعمر ارضنا وتعمر بلدنا وترجع بلدنا خضرة تاني والدنيا تبقى جميلة. دول بتقع وبتضيع وبتقفل وانت ربك سترك، ربنا سترك وبتفتح مشاريع. ايه رأيكم في التطبيل ده؟ حلو التطبيل ده؟ طيب انا هطلع فاصل عشان استقبل ضيفي ووريكم بقى الناحية اللي مش حلوة، اللي مزعلاني، اللي تزعل اي حد. عمار يا مصر برئيسك وقيادتك المحترمة المشرفة، وفي ناس تانية بتفسد على المواطنين حياتهم وبتعمل اعمال مش كويسة. أتفضل واستقبل ضيفي بإذن الله وفاصل وأعود لحضراتكم. ورجعت لحضراتكم تاني وبستقبل معايا الأستاذ محمد عبد الحي، أحد رجال المجتمع المدني في إمبابة، ومن الناس اللي هم يعني نشطين جدا في المحليات والمحافظة والمخالفات والتجاوزات اللي بتحدث على مستوى الجيزة. إزاي حضرتك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله يا أستاذ، منورنا. الله يكرمك يا حبيبي، شكرا على المقدمة الجميلة ديت. ده حقك، وانا لو انت مش مجتهد انا اسف ما كناش. وعاوز اشكر سيادتك على المقدمه الجميله اللي عملتها بانجازات السيد الرئيس والمشاريع القوميه اللي السيد الرئيس بيقوم بيفتتحها. بقول لك احنا جايين هنا ندافع عن القياده السياسيه،
جايين هنا نقول للقيادة السياسية شكرا على اللي انت بتعمليه، وشكرا ان انت حاسين ان احنا صح في دعمنا لهذه القيادة السياسية. شكرا للحكومة، بندعم المجالس التشريعية والرقابية كمجلس نواب ومجلس شيوخ، وبندق جرس انذار بنقول ان في هنا. ايوه خلينا بقى في جرس الانذار ده يا استاذ محمد. زمان في الايام من سنين فاتت قبيلة الثورة قال لك فساد المحليات للركب. انا عاوز اقول ان فساد المحليات عدى الركب. عدى الركب؟ انا بقول للسيد الرئيس وقادة السياسيين احنا بندافع عنكم في ناس بتاخر مسيرة الركب، ركب التنمية بتاخرها. طيب انا طبعا انت عارف احنا جايين هنا النهارده ليه؟ انا هستأذن بس قبل ما ابدا الخبطات او الصدمات نشوف مع بعض بس الفيديو. المداخله جاهزه معانا الاول؟ طيب انا قبل ما اخد المداخله استاذنكم في الفيديو اللي انا بعته لحضراتكم ده، لان دي حاجات مفجعه، انا بشوف حاجات غريبه اول مره اشوفها. يعني الرئيس خلاص بقى الدنيا، الرئيس الله اكبر والقيادات تمام والدنيا والشارع ابتدى ينضبط والدنيا ماشيه، ازاي نشوف المشاهد اللي هنعرضها لحضراتكم دي لسه موجوده لغايه دلوقتي؟ بعد اذن حضراتكم يا ريت نشوف مع بعض الفيديو، الفيديوهات اللي انا بعتها للاعداد نشوفها كده. طيب تمام، ده مشهد من مشاهد شمال الجيزة. أنا يعني حاجة تبكي، شوف الرئيس بيعمل إيه، وشوف القيادات بتجتهد إزاي، وناس ما بتنامش وتصحى الفجر تروح تفتتح مشاريع عشان الناس تفرح. الملف ده فوجئت إن الأستاذ محمد عبد الحي بقاله سنتين شغال فيه. أنا بصراحة يعني يمكن عشان بعيد شوية عن موضوع مشاكل التكاتك والحاجات دي، لأن أنا واحد من الناس، ويمكن حضرتك عارف، لو ركبت توك توك برضه ما هم عندهم برضه مهازل، في جرايم تيجي توك توك يقول لك 20 جنيه 30 جنيه. إحنا مش هنقول إن التوك توك، إحنا قبل نتكلم توك توك جاني ولا مجني عليه، إحنا عايزين نأصل لدولة القانون ودولة المؤسسات. جميل. أنا عايز اللي بيحدث، إحنا مش في حكم فيدرالي، إحنا حكم جمهوري، يعني ما يسري في الجيزة بيحصل في القاهرة، بيحصل في أليوبيا، في جميع محافظات الجمهورية. أيوة بحب الكلام الجميل ده. ما يحدث في محافظة الجيزة، أيوة. طبعًا لدينا محافظ للجيزة السيادة اللواء أحمد راشد، رجل وطني من طراز فريد. وغير راجل مخلص على فكرة يا أستاذ. راجل مخلص مش هنختلف عليه. تمام. أنا عندي مشكلة في مشروع النقل الجماعي واللي بيطلق اصطلاحًا عليه تعريفًا السرفيز. سرفيز. اللي بيحصل في الجيزة ما بيحصلش في القاهرة. انت بتنزل القاهره في اتنين لوقات ماسكين جهاز سيرفيس هناك، مفيش اللي بيحصل ده هنا. انت بتاخد التوك توك بيقول لك قرار محافظ، قرار محافظ بايه؟ المحافظ السنه اللي فاتت 2019 في اخر 2019 منع الوحدات المحليه من اصدار تراخيص للتوك توك. تمام ماشي، مين اللي بيصدر المرور بتصدر التراخيص؟ طيب انا بس عايز اقول معلش، يعني محتاج اتكلم مع حضرتك في جزئيه مهمه عشان انت ماسك الملف ده كويس. انا هسمعك وهسمع الساده المشاهدين بعد اذن الاستاذ وليد يشغل لنا كده الفيديوهات اللي هي اللايف العاديه، الناس العاديه سواقين التكاتك، نسمع كده مع بعض يا جماعه. اتفضل. الرئيس خدني دفعت 1300 جنيه وما ادونيش وصله، قالوا لي يا تدفع 2600 يا تدفع 1300. مين اللي خد منك الفلوس؟ واحد هناك شغال موظف هناك، لان هم جايبين مجموعه بلطجيه من الاعتماد ومن شوارع تانية بيتحموا فيهم، لو حد فينا مثلا قال له ليه خدتني ما خدتنيش الكلام ده. حضرتك انا موظف في الحكومه واسمي حسام، وبعاني من الموضوع ده، كل ما بيقابلوني خدوني مره تاني دفعت 550 جنيه. زغلي اي حته في القاهره بيوديك، السيرفيس ده بيعارض بس خط السير فقط لا غير، خط السير ما بيعارضش اي حد تاني، انما في الجيزه شغل بلطجيه وشغل عافيه وشغل صيع وشغل كل حاجه. احنا يا باشا دلوقتي، انا دلوقتي راجل دلوقتي النهارده بقطع بجيب 100 جنيه لعيالي، ازاي هم ياخدوا مني 1000 ونص؟ وازاي شغلوا بلطجيه؟ وازاي اقفلنا في طريقنا؟ انا في الداخل، في الداخل يعني. انت في القاهره مفيش حد بياخد منك؟ القاهره يا باشا مفيش حاجه اسمها سيرفيز اطلاقا، ويوم ما الضابط يمسكك او يلاقيك معارض بيديك وصل ب 80 جنيه زيك زي اي عربيه. اشمعنى هنا يا باشا في الجيزه بيعملوا كده معانا؟ احنا نعمل ايه دلوقتي سعادتك؟ كنت بتتكلم بقى انت معاه ايه؟
يعمل معاك حديث. خد يا ابني ايه اللي حصل معاك؟ اتمسكت من 3 ايام. اه في شارع الجيش. ايوه وخدوا مني 1000 جنيه. شارع الجيش فين؟ في شارع الجيش بره في اول شارع الجيش. في شارع الجيش في امبابه. اه خدوا منك ايه؟ خدوا مني 1000 جنيه وما عطانيش وصل. مين اللي خد منك 1000 جنيه؟ بتاع الحي. بتاع الحي اسمه ايه؟ ما اعرفش. كان فيهم هناك شرطه معاهم؟ لا ما اعرفش. هم خدوا مني المكنه 3. اه فين الحته بالظبط؟ وخدوا المكنه وراحوا مطلعين عند طريق الحميات عند مستشفى الحميات عند الجراش اللي هناك. مستشفى حميات امبابه. اه وراحوا الجراش هنا 1000 جنيه. 1000 جنيه عافيه. اه وما عطانيش وصل. قالوا ما كانش مرخصه. وما كانش فلوسي. بياخدوا كام؟ 1000 ونص 2000 جنيه. اهو يا باشا بياخدوا منك فلوس من غير وصل. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب بياخدوا التوك توك يودوه فين؟ التوك توك من عليا. يعني انت لو معاك فلوس لو لحقت تجيب فلوس وتيجي بتلاقيه، ما لحقتش تجيب فلوس خلاص التوك توك راح عليك. والله ودوه جراش البالون وجراش احمد عرابي في اي حته. في اي حته وبعدين بياخدوا مطار احمد عرابي وممكن يعني في حتت احنا المفروض نشتغل فيها عادي لا هم بي يعني بيمنعونا برضه. ربنا يتوب علينا منهم. لا باشا انا مش شغلانتي اساسا، بس انا دلوقتي معايا عيال وغيري 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 معايا عيال، اجيب منين وهم يجيبوا منين؟ ساعتك انا بشتغل ب 2 جنيه و 3 جنيه و 5 جنيه، اجيب انا ساعتك منين 1000 ونص كل يومين ثلاثه يمسكوا لي؟ قال لي اذا بقى اشتغل حرامي. ما انا كده ساعتك انا مش لاقي شغلانه كده بقى، يا اما اشتغل حرامي يا اما اشتغل على التوك توك، واشتغلت على التوك توك بيعرضوني، فانا مش لاقي حاجه ثانيه يا باشا ساعتك بعد كده. برضه ساعتك يئسنا وممكن نعمل اي جنايه في اي وقت مع اي حد. في برضه ناس برضه بتعاني كتير وانا ممكن اجيب لك الوصلات المضروبه اللي هم بيعملوها تحت الكوبري وبيشغلوا كل البلطجيه معاهم. انا مش لاقي يعني بصراحه اي مبرر. انت اسمك ايه يا بطل؟ اسمي دياب يا فندم. انت جاي يا دياب من امبابه ليه عشان تشتغل هنا في القاهره؟ السرفيس بيضايقنا وبيجروا ورانا كاننا حراميه ومش عارفين نشتغل وغرامه 2200 جنيه. لكن هنا في القاهره ناس محترمه وناس نظيفه ومحدش. على فكرة أنا كنت سواق زيك بس سبت المهنة خالص بسبب قرف بتاع السرفيس. كنت الأول أنا من هنا من القاهرة وكنت بشتغل في إمبابة بس لما لقيتهم كده بطلت المهنة نهائي. لا هنا في القاهرة ناس محترمة ومحدش بيكلمنا ومحدش بيجري ورانا، لكن هناك في إمبابة بيجروا ورانا وبيراسونا وغرامة 2200 جنيه كل يوم. حتى لو لسه واخدينا بتدفع الغرامة لو واخدين كمان شوية هتكون تاني. مش عارفين نشتغل ومش عارفين ناكل عيش نعمل إيه طيب؟ انا قبل كده المكنه اتاخدت مني هناك لما كنت شغال على توك توك اتاخد مني ماشي وبعدين راحوا مدفعيني غرامه 2100 ماشي وفي الاخر ما خدتش وصولات. وفي ناس كانت بتدفع برضك 2100 وكانوا بياخدوا وصل ب 500. يعني ساعتك مش عارفين ايه الغرامه اصلا 500 جنيه وصل بياخدوا مننا. طب هم الشباب دول حتى لو مجني عليهم اللي احنا شفناهم دول بيقول لك القاهره غير الجيزه وليه استاذ محمد بيقول لي وده كان فعلا احنا حكم جمهوري مش حكم فيدرالي مش الولايه دي غير الولايه دي والمحافظه دي غير المحافظه دي. طيب انا عايز اقول قبل ما ابدا مع الاستاذ محمد سريعا الحقوا الشباب ده الحقوا ولادكوا دول محتاجين نقف مع الناس دي عشان دول الشقيانين التعبانين دول اللي هتتبني بيهم مصر. اتفضل يا استاذ محمد. سياده المستشار الموضوع لو في قرار من السيد المحافظ بتغريم مركبات التوك توك الموضوع عندنا بيتعلقش ان وجود خطأ اجرائي في تطبيق هذا القرار ولكن الموضوع يتعلق بتقديم هذه النماذج من الشباب الشقيانة قربانا لبقاء رئيس جهاز السيرفيس في مكانه وان هو بيجيب ايرادات للدولة. ايراداتك ديت انت جايبها من قوت الشقيانين. طب احنا ممكن يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك قبل ما ناخد مداخله المستشار طارق عبد العال معانا قبل ما اخده في ثواني ممكن ويمكن حضرتك كنت معايا بره الهوا ان احنا ندخل الدوله اكتر من الكلام ده بكتير. فندم انت عندك موارد للدوله من جهاز السيرفيس ديت زي مثلا موضوع المواقف الرسميه بتورد للدوله عندك مواقف عشوائيه ما توردش للدوله وعندك كان النائب محمد السيد الحسيني كان تقدم بطلب احاطه بخصوص مواقف رسميه ومواقف عشوائيه وفقدان الدوله للسيطره على هذه المواقف. المواقف دي لو تم قصدك ان فيها فساد مواقف عشوائيه مش مدرجه في قائمه ومع كارت شمال يعني ما بتحصل ما بتوردش اساسا فالناس دي لو انا استغلتها العربيات اللي من غير لوحات اللي بتشتغل هقدر ادخل التوك توك بدل ما انا اخد منه غرامه اخد منه رسم. الفرق بين الغرامه ان هي
في عقوبه رسم مقابل تاديه خدمه. اقول لك تعالى انت تدفع 1000 جنيه ما ينفعش الرسم ما ينزلش يشتغل. النائبه نشوى الديب النائب وليد المليجي بس ما يبقاش غرامات كبيره عشان الناس دي فقراء. النائبه نشوى الديب النائب وليد المليجي مؤخرا تقدم بطلب للسيد المحافظ بخصوص في تصريح طلب مقدم. تصريح عمل او ترخيص مؤقته مع تحديد اماكن سير ليهم داخليه. جميل. وهتدفع قرش او قرشين يخش خزينه الدوله مع الاليه. انت يمكن سمعت معايا الشباب بيقول كلمه خطيره عايزين نعيش. لا قالوا كلمه اخطر. قال لك انا بدفع ال 1000 جنيه وتاني ما تاخد لا وتاني هو وما خدتش وصل. من له الضبطيه القضائيه في القبض على هذا التوك توك وتوقيفه؟ السؤال دوت بيطرح نفسه. مين يا استاذ؟ سمعنا مؤخرا ان السيد رئيس جهاز التنفيذ له الضبطيه القضائيه. هل هذه الضبطيه القضائيه لكل العاملين؟ هل له الحق؟ لا وهي ضبطيه قضائيه بغرامه مش ضبطيه قضائيه ان هو يقبض عليها. خلينا في اول نقطه الضبطيه القضائيه له ولا لجميع من يعمل بالسيرفيز؟ السؤال ده لازم يطرح نفسه. المعلومه مش عندي. مين اللي ليه حق التوقيف؟ هل ليه حق انه يشتغل بدون وجود قوه مباحث؟ انا سمعت ان هو بيعمل خمس حملات وهو قاعد في المحافظه في شمال الجيزه فقط. اين باقي المحافظه؟ يعني انت الجيزه مظلومه بين المحافظات وشمال الجيزه. انا هستاذنك ادخل مع المستشار طارق عبد العال. الو السلام عليكم على المستشار. ازاي حضرتك يا طارق بيه؟ تمام الحمد لله. انا شايف ما شاء الله لا قوه الا بالله حضرتك يعني مجتهد في امبابه اجتهاد كويس جدا. وحسب معلوماتي ان انت عندك معلومه خطيره في هذا الملف ممكن اسمعها من حضرتك. معالي المستشار انا بشكر معاليك اولا وبشكر جميع القائمين على هذه القناه. الله يكرمك. اللي بتبحث مشاكل جديه فعلا وقائمه بقى لها فتره من الزمن والمشاكل دي تحت مرأة ومسمع من الجميع. معالي المستشار انا النهارده ورد لي بعض مشاكل كل يوم كل يوم سواء توك توك يا تطاري بعد اذنك انا عايز اعمل حضرتك توكيل في ايه. انا في اربعه ركبوني معاهم التوك توك قالوا لي اطلع على اول الكورنيش هتسجل ان الاربعه دول تبع الترفيز يعني كمين يعني كمين كمين طب يعني كمين ده اساسا ما كانش منصوب على الكورنيش وسواء التوك توك لما طلع الكورنيش فهو تفاجئ بالكمين. لا الاربعه طيب. دول بيكون موجودين. طب يا طارق بيه اتفضل. انا عايز اعرف النقطه الجوهريه اللي انت محضرها لي في ان انت قلت لي في بلاغ مقدم للسيد النائب العام حماده بالصاوي والسيد محامي عام شمال الجيزه صح كده؟ معالي المستشار الطلب اللي تقدم للمحامي العام لحد النهارده لم يتخذ فيه اجراء بسبب موضوع الكورونا. في يعني مش تقاعس طبعا النائبه عمرها ما هتتقاعس في هذه المشاهد يعني. تمام باسماء طبعا الكلام ده باسماء يا طارق بيه باسماء وبس انا مش هذكر اسماء النهارده وانا بقول على الهواء يعني وعارف الاسماء وعارف كل حاجه مش هذكر اسماء ولكن انا بوجه عنايه دولتي المحترمه والسيد المحافظ المحترم احمد بن راشد ان يهتم بهذا الملف حفاظا على الصوره المصريه للمواطنين والرئيس بيفتتح مشاريع في مشاهد تزعل حقا. النهارده معالي المستشار انا بسال سؤال الضبطيه القضائيه الممنوحه ليهم من منح ليهم هذه الصفه الضبطيه القضائيه؟ هي ممنوحه للسيد الرئيس الجهاز فقط مش لكل الاستاذ محمد طارق بيه الاستاذ محمد عبد الحي بيقول لي هنا في الاستوديو ان هي ممنوحه لرئيس الجهاز بس. ايوه بالظبط مظبوط. طب ده كلام جميل ويكون جدا ويكون معاه رجال مباحث مرور التي هو ده اللي خلى المشهد يا طارق بيه السنج والمطاوي في الشارع في معالي المستشار انا عايز اعرف هل الترفيز له علاقه بالتوك توك ولا لا؟ اللي انا اعرفه ان الترفيز ده خاص يعني بامور ثانيه ماشي بس احنا برضو مع الدوله ان هي تاخد رسوم من الـ من الـ من المركبات دي بس برسوم قانونيه مقننه عشان ما تخشش في هجوم الفاسدين يا طارق بيه صح كده؟ بس كده يا معالي المستشار. طيب ان شاء الله باذن الله في مداخله لحضرتك تاني تقول لي ايه اللي حصل في البلاغ ده طارق بيه. في رسوم بتدفع بإيصال وفي رسوم بتدفع خارج الإيصال يوميا على هذا الحال. طيب النهارده سواء التوك توك بيتاخد منه توك توك تاني يوم بيتاخد منه تاني. طيب بص يا طارق بيه عشان وقت البرنامج انا هستسمح حضرتك يبقى في مداخله تاني تقول لي ايه اللي حصل في البلاغ اللي حضرتك قدمته. كان معانا الاستاذ طارق عبد العال المحامي ومن الناس المحترمه جدا العاملين في هذا الملف حفاظا على اهالينا في امبابه واهالينا في مصر كلهم وفي محافظه الجيزه كامله. اتفضل يا استاذ محمد. نفس النقطه اللي كان عليها المستشار المستشار طارق عبد العال الضبطيه القضائيه المن ده واحد اتنين اليه تنفيذ تطبيق الغرامات هو انا غرم التوك توك دوت كام وليه واغرم ده كام وليه وهل قصه التوك توك ده مرخص ولها لوحات معدنيه ليها علاقه بالموضوع ولا ملهاش؟ اتكلمنا ان انت يعني بتقتطع
من الرصيد اللي الحكومه المصريه وللسيد الرئيس والقياده السياسيه اللي تعمل ليل نهار بتتكلم لك على 2030 خطه مصر التنميه المستدامه 2030 بتتكلم دوله راح في حته ثانيه. انت شفت معايا المشهد الرئيس بيعمل ايه؟ الرئيس بيعمل ايه؟ بيفتح في عز مشاريع. ايه انت بتحارب ارهاب في سيناء. أيوه. بتحارب دول خارجيه وداخليه بتعمل. أيوه. معاك البلد انت محتاج ده المواطن ده في ظهرك. ده في دول اوروبيه السيد الرئيس يقول لك حياه كريمه وهم عايزين حياه وهم يقول لك حياه ذليله. اه انا عايز اقول لك بيستخدموا البلطجيه ده. سياده المستشار انا عايز اقول لك ان خطوره الارهاب الفساد خطورته اكثر من خطوره الارهاب. الارهاب بيقتل جيل الفساد يقتل اجيال. ده كلام اتفق معاك ويخلي المواطن الشباب الصغير اللي عنده 19 سنه و20 سنه الصغير دوت اللي احنا شفناه اللي هو بيسوق التوك توك اللي فاتح بيت او مسؤول عن عيله ده في يوم الايام هيفقد انتمائه لبلده. طيب انا هنتقل معاك لنقطه سريعه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ايه؟ ان احنا نقدر ندخل للدوله اكتر من السرافيز اللي بتدي للدوله بنظام محترم ومؤدب ويحترم كرامه المواطن. محافظه الجيزه ممكن تقسمها ل 20 وحده محليه. تمام. 21 20 وحده محليه تقريبا. كلام جميل. كل وحده محليه على حسب مساحتها وعلى حسب ما تستعيد. بس بعد كده التوك توك ما يمشيش في الارض الا بالرسوم دي. خد مني بقى انا هقسمها وحدات محليه 21 وحده محليه. كل وحده محليه يكفيها من التوك توك عدد 1000 عندنا عدد كم 500. عندنا كم توك توك في الجيزه بس؟ لا لا ملايين حدث ولا حرك. ملايين؟ في الجيزه؟ التوك ده بيخش ازاي يا فندم؟ لا مالناش دعوه بيخش ازاي. لا ما انا عاوز اربط لك دي بس معاها. التوك ده بيخش من بره على اساس ان هو مكونات فبدل ما يدفع 40% جمارك بتدفع 5% يعني الدوله خسرانه في دخوله. مش موضوعنا. خلينا بس في الحته اللي هي الواقع. مئات الالاف من التكاتك. انا اقول كل وحده محليه بتشيل قد ايه من التوك توك تستحمل 1000 2000 يا ريت يا جماعه تدخلوا لنا بقيه المداخلات. تستحمل 1000 2000 يتم الترخيص ليهم يا فندم بتصريح عمل للتوك توك المركبه وللسائق ما يكونش دون السن. فانا بدخل للدوله. تعرف ان الضرائب المصريه السنه اللي فاتت اصدرت كتاب دوري باحتساب نشاط التوك توك تاخد عليه ضريبه عدد ايام عمل واليوم بيكسب كذا. طيب. فانت بتتكلم في دوله احنا بقى حسبناها في البلطجيه والغرامات العافيه. خد مني الثانيه. انت مش عاوز التوك توك وهتعمل سيارات فان صغيره او اللي اتكلم عليها سيد دوله سيد رئيس مجلس الوزراء سيد المهندس مصطفى مدبولي اعمل 10 سنين احلال التوك توك اقف استيراد مكوناته. ايوه بس في 10 سنين اعمل تعمل احلال. خلي بالك برضه انت هتفتح معايا كده في نقطه انا عايز اقول لك ان في دلوقتي ليه؟ تمام. لان خلي بالك في نقطه جوهريه اكتر من دي. ثلاث ارباع صناعيه مصر اتوقف حالهم بسبب التوك توك. الاقتصاد المصري والصناعات الصغيره كلها اتدمرت بسبب هذا. أيوة المكون. أيوة. اللي انا واقف عاجز عنه. انت عندك سياسه امر واقع. انا التوك توك لو رخصته بشهر برقم انا ليه بتعامل اساسه امر واقع؟ طب ما انا استفاد من التوك توك ده واغذي خزانه الدوله. التوك ده بيمشي على الارض. يا ريت الاستاذ مينا يا جماعه تدخله لنا. بيستخدم البنيه التحتيه بيستخدم الاناره. طب اديني مينا. عايز مينا. اصل في صفحه اكتشفت انا لما دخلت في الملف ده استاذ محمد متضررين من جهاز السيرفس. لقيتهم الاف الاف وعمالين بقى يدعوا لي ويقولوا لي بعد اذن حضرتك الملف ده مهم واحنا متضررين بس انا برضو خلي بالك انا لازم اكون فير. الدوله تاخد حقها فندم وبعد كده انا بقول لك الدوله ما خدتش حقها من ساعه ما دخل وما خدتش حقها منه رسوم دلوقتي وجت تاخد حقها من مين؟ ده بيقول لك المفاجاه. انا سمعت حاجات غريبه. يقول لك 2000 جنيه يضرب هو 1000 في جيبه ويعمل ايصال مثلا او ما يعملش وحاجات غريبه. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ في فيديوهات حضرتك عرضتها لمصلحه مين ده يا محمد بيه؟ في فيديوهات حضرتك عرضتها عندك. احنا كان عندنا رئيس مباحث المقدم محمد ربيع دلوقتي هو مفتش. عارفه منع الحملات دي تشتغل في امبابه. منع الحملات دي طب ومؤمن بفرج وصار على نهجه ومؤمن بفرج المقدم مؤمن فرج. فدلوقتي بقى التخزين فين؟ الشغل من امبابه والتخزين بيبقى في العجوزه. طب ما كده نوجه رساله برضو لرئيس مباحث العجوزه. انا بكلمك ان احنا عايزين نحافظ على دولتنا. المواطن اللي تحمل تبعات طيب لو في مداخلات تانية تبعات الاقتصاديه للبلد وقف في ظهر البلد مش عاوزين ندوس عليه اكتر من كده. هذا الكلام لا يرضي قياده سياسيه ولا يرضي. وخلي بالك هي هو ده الزخم ده الشعب الاصلي. وسؤالي السيد المحافظ عنده من المشاريع ومن الموضوعات ذات الاهميه. نعم الاكثر. نعم نعم. اين السيد مدير المتابعه الميدانيه من كل ما يحدث ذلك على ارض الجيزه؟ لو حضرتك عارف نسبه مخالفات المباني اللي حصلت بدون ذكر اسماء. بدون ذكر اسماء انا بكلمك. انا عندي انا راجل شغال مدير جهاز. عندي مدير متابعه ميدانيه بيشوف تاثيري بيشوف عملي على الارض. اين مدير متابعه ميدانيه مما يحدث؟ احنا هدفنا وانت يمكن معايا في الجزئيه دي وممكن متفقين عليها. هدفنا هو رفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط. ليه؟ المواطن والحفاظ على الوطن. لان المشهد اللي الرئيس بيفتتحه ده مشهد جميل لازم يكتمل بفرحه الناس. الحفاظ على الوطن يختلف عن الحفاظ عن الدوله. الحفاظ عن الوطن فيه عشق لتراب هذا الوطن. الوطن كلمه يعني ما فيش معاني هتقدر توصفها.
فان انت تحافظ على وطنك هذا هدفنا. انا عايز اقول لك ان الصناعيه والشاينين دول هم الوطن، هم الوطن، هم دول الوطن. عارف ليه؟ لو حفظنا عليهم ده اللي بتلاقيه في ظهرك وقت الازمات. الله يسترك. دوت الغطاء الشعبي اللي متغطي بيه كسبان. انت عندك رئيس تسويه بمحمد علي وبالخديوي اسماعيل وفعلها الرئيس عبد الناصر في الصناعات. تخيل بقى وفي النهضه اللي اتعملت. شوف على التلفزيون دي يا محمد بيه ترجعنا وترجع تلاقي بلطجي واحد بلطجي. احنا عاوزين نقول رساله، الاهتمام بجوده الخدمات المحليه المقدمه للمواطن. طيب الاستاذ مينا معانا. يا استاذ مينا. ايوه. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك. انت حضرتك عامل صفحه على الفيسبوك المتضررين من السرفيز. المتضررين من جهاز السرفيز. اولا بس برحب بيك يا استاذ وائل وبرحب بضيفك الكريم استاذ احمد عبد الحي. انا كان في اتصال ما بيني وبينك قبل كده بنفس المشكله حبيب. اللي احنا كنا فيها. يعني انت طبعا بيكي. انت غير موضوع التوك توك صح؟ احنا غير موضوع التوك توك. طب ما هي السرفيز دي قانونا السرفيز ده قانونا شيء قانوني ومدرج ومعروف، ايه المشكله بقى؟ انا عايز اعرف من حضرتك. يا فندم حضرتك احنا القانون مدرج ومعروف ووضعه معروف، بس القصه دلوقتي ان هو بتتخير ما بين خيارين، يا تدفع شمال مثلا 500 جنيه شمال وتمشي بالعربيه من غير ايصالات. يعني ايه شمال يا استاذ محمد؟ يا استاذ مينا، استاذ مينا يعني ايه شمال؟ ايوه يا فندم. يعني شمال يعني تدفعهم من تحت لتحت كده عشان تاخد عربيتك وتمشي من غير ورق. طب ما الحاجات دي لازم تتبلغ بيها القيادات من غير مصالحه قانونيه. احنا يا فندم بالفعل احنا قدمنا بلاغ في وزاره الداخليه وقدمنا بلاغ مديريه الامن وقدمنا بلاغ الكتروني، يعني بلاغات الكترونيه كتير جدا من الموقع. تمام. لكن للاسف في نفس الوقت وانا بوضح وانا بوضح صوت حضراتكم دلوقتي على الهواء اهو، العالم كله بيسمعنا. يا فندم حضرتك احنا مشكلتنا دلوقتي يا فندم ان حضرتك احنا عايزين تقنين للوضع. مفيش مشكله احنا لو مخالفين، لو حد مخالف ومحمل عربيه مفيش مشكله يدفع غرامه، بس الغرامه دي تبقى مقننه على جميع المواطنين. كلام جميل. طيب يعني انت متضرر من عدم تطبيق القانون. يا فندم هو حضرتك بيتغرمني بالفعل غرامه، بس الغرامه دي داخل محافظه الجيزه. انا بقى متجه انا. ايوه لسه الاستاذ محمد بيقولها دلوقتي. ان احنا دولة جمهورية، احنا جمهورية مش فيدرالية. بص يا استاذ وائل، احنا دلوقتي بنتغرم، الغرامة اللي احنا بنتغرمها دي غرامة عشوائية بمزاج اللي واقف بيغرم ده. بمزاجه عشوائية. موضوع ان هي المخالفة ليه مش ملهاش بند، ملهاش بند غرامة معين. بيخالف كل شروط التراخيص بتاعتي. انا شروط التراخيص بتاعتي بتقول لي ان انا يا استاذ مينا ممكن تسمعني؟ استاذ مينا ممكن تسمعني؟ ممكن حضرتك تسمعني يا استاذ مينا؟ مع حضرتك يا فندم. البند مش بند، ده بند قانوني، غرامه بكذا. ازاي بقى مزاجه؟ البند القانوني بتاع المخالفه بتاع تحميل ركاب بالاجر هي الغاء الرخص، الغاء التراخيص. ده البند القانوني اللي مدرج في قانون المرور. هو بيخيرني اطبق عليك القانون ولا نخالفه القانون وتدفع فلوس. طبعا انا ما فيش حل قدامي ان انا ادفع فلوس عشان معنى ان هو يغير لي التراخيص بيخرب بيتي. يعني هو بيخرب بيتي بوضع اللي هو. طيب الوضع انت ليه حضرتك من خلال الصفحه ما تعملش مثلا نوع من انواع الانضباط القانوني، نعمل جمع مثلا توكيلات معينه ونتوجه للسيد وزير الداخليه ومجلس وعلى فكره خلي بال حضرتك برضو يا استاذ مينا، مجلس الوزراء له خط ساخن لو حضرتك تعاملت من خلاله. اتصلنا يا فندم بيه وبعتنا شكاوى كتير جدا حضرتك. احنا مفيش رد عليكم؟ محدش رد على حضراتكم يا فندم؟ اللي رد علينا قال لنا ممكن انت تروحوا النقل البري تاخد، يعني ما ردش غير على واحد بس، قال له ممكن تروحوا النقل البري تاخدوا خطوط سير. سالنا ما فيش الكلام ده غير موجود بالمره. طيب هو عموما احنا برضو بنبلغ مجلس الوزراء والجهات المعنيه وبنبلغ السيد الرئيس الاب والاخ، وبشكر حضرتك يا استاذ مينا على الهوا. والموضوع الواضح ان الموضوع ده يا جماعه واخد ساحه من الحوار كبيره قوي. الموضوع ده كتل يا بحسن وبيؤثر في حياه المواطنين. كتل يا بحسن. بس برضو ما ننكرش ان هناك تجاوزات يا استاذ محمد. ده مركبه ماشيه من غير ترخيص. ما اعرفش مين اللي سايقها. بتمشي باي حته براحتها. الدوله مش مستفاده منها، بيسوقها اولاد دون السن. ممكن تستخدم في عمليات اجراميه. كل ده انا معاك فيه، بس انا معاك فين اللي انا مش عاوز سياسه الامر الواقع. حط لي رولز امشي عليها. انا بكلمك ان النائب محمد الحسيني من بولاق اتكلم، النائب نشوى الديب، النائب وليد المليجي، كل ده قدم طلبات سواء خلينا بقى في المجلس. انا عايزك ده النائب وليد المليجي اخر حاجه لسه. ان هو تراخيص وخط سير داخلي تبع الاداره المحليه او تبع المرور. طبعا انا بشكر اداره مرور الجيزه، طبعا الناس اللي بتشتغل ليل نهار في ارض الواقع بنشوفها. انا بوجه برضه رساله وانت حضرتك معايا رساله الى السيد مدير مباحث مرور الجيزه ومدير مباحث مرور الجيزه. بقول له يا فندم احنا بنثق فيك، يا ريت نهتم بهذا الملف عشان
الناس مستاءة. احنا مع الدولة والسواقين مع الدولة والشباب مع الدولة، عايزين البلطجية دول يمتنعوا. الثقة كل الثقة في الجهاز الشرطي الذي يقدم التضحيات ويقدم الشهداء من أجل حفاظ هذا الوطن. الناس دي مش أقل وطنية من رجال الجيش ورجال الشرطة، نحن نثق فيهم. لو سيادتك واقف بتغرمني، دخلة تانية يا جماعة. يا ريت، ماشي. لو استاذ محمد جابر، لو سيادتك واقف بتغرمني فأنا عارف الفلوس داخلة الدولة، أنا بحترمك وبحترم ازاي لحضرتك. استاذ محمد جابر معايا؟ ماشي يا مصطفى. مين معايا؟ محمد جابر معاك يا باشا. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا باشا. اتفضل حضرتك، إيه مشكلتك؟ بص يا باشا، مشكلتي انا معايا توك توك وشغالين بيه، وكل شويه بتوع السيرفيس يوقفونا ويقولوا لنا غرامه 2100، وفي الاخر الكشك ياخدوا مني 1000 جنيه ومفيش ولا وصل ولا اي حاجه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ الله، هذا ده فين ده يا محمد؟ فين الكلام ده؟ عندي بياخدونا من عندي كوبري الساحل من شارع الوحده، وساعات بيركبوا معانا عزيز هم زمان ويطلعونا على البحر ياخدوا مننا المكنه. ده كده. طب معلش يا استاذ محمد. الشكوى. استاذ محمد، ايوه بس معاك يا باشا. بدون ذكر اسماء، لازم تتوجه الى قسم شرطه امبابه، او انت تبع اسم امبابه. تم تحرير العديد من المحاضر. لازم تحرر محضر بالكلام ده يا محمد. بالفعل يا باشا، بالفعل احنا عملنا محضر في مره. لا انا عايزك تعمل محضر تاني وتالت والمواطنين ما تزهقش. وحده المباحث متعاونه جدا في هذا الشغل. خلي بالك، مفيش حد في الدوله هيقبل الفساد تاني يا باشا. احنا فعلا تواجهنا. طيب وانا بوجه عنايتك يا محمد، ولو معاك بعض السواقين نطلع تطلعوا على الرقابه الاداريه. كان معانا استاذ محمد جابر في شكوى. اتفضل يا استاذ المستشار. نفس الشكوى الا وهي. طب انا بقى، هل اللي قبض عليه دوت شغال في السيرفيس ولا ناس مش في السيرفيس اصلا؟ انت عندك اشكاليه دلوقتي. هو ما قالش اسماء، وفي واحد قال لك بتوع الحي، هو مختلط عليه الامر. وبتوع الحي مالهمش علاقه. قال لك ايه؟ بص الحكومه بتعمل ايه؟ اي ان هؤلاء للاسف الشرذمه تم توصيفهم ان هم الحكومه، وواحد وصفهم ان هم الحي. انت لسه بتقول انت مش عارف انت اسمهم. انت لسه بتقول لي جزئيه خطيره جدا، بتقول لي ان رئيس المباحث نفسه منعهم من الشارع اللي بيعملوا ده. ناس لا تخشى في الحق لو ما تلائم، وتعاملنا معاهم عن قرب في العديد من القضايا. بتروح له بيعمل محضر لاي حد. اهدر للمال العام هنا، شفته حضرتك فين؟ بقى جالك كذا بلاغ اهدار مال عام دلوقتي. بيقول لك انا بدفع 2000 واخد من غير ايصالات، وبدفع 1000 من غير ايصالات، واستاذ مين قال لك 500 شمال؟ نحن في دولة مؤسسات، دولة بعد ثورتين، دولة بالعدالة الاجتماعية، رئيس نادي بحياة كريمة، ما ينفعش يبقى فيها مثل هذه المشاهد. نحن نغير على هذا الوطن، بنحب القادة السياسية، جئت هنا مدافعا عن القادة السياسية، مدافعا عن حكومة بلدي، مدافعا عن الشرفاء. البلد. خلي بال حضرتك من حاجة، القادة السياسية إن شاء الله مشرفة، بس احنا بندافع عن البلد. استوقف سيادتك، البلد عبارة عن أرض وشعب وسلطة. الدفاع عن المثلث هذا، السلطة دي بتحافظ على الأرض وبتقدم الجنود والشهداء من أجل الأرض. المواطن بقى، المواطن مش عارف التضحيات دي. المواطن صعبان عليا. بص يا فندم، يتم جودة خدمات المحلية. المواطن ما يتعاملش مع الرئيس ولا مع رئيس الوزراء ولا مع الوزير ولا مع رئيس المباحث. بس في جهات، في جهات تقدر تشتغل من خلالها. يا فندم، المواطن بيقيم القادة السياسية من خدمة بتقدم له في الشارع. للأسف. لو اهتمينا بجودة الخدمات المحلية. أيوة. في ظل غياب المحليات، أنت عندك تعرف الرصف وعدت تشيل اصله، عندك مهازل بتحدث في ظل غياب المحليات. لو اهتمينا بجوده الخدمات المحليه، ثق تماما انك سوف تجد بدل الجيش 10 جيوش من المواطنين بالملايين في ظهر القوات السياسيه، وانت تعلم اننا في امس الحاجه للدعم الشعبي في مثل هذه التوقيتات. طيب انا يعني قبل ما اشكرك على الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله ده، هقول كلام ويمكن تتفق معايا فيه. احنا الشعب من غيرنا ما فيش وطن. بينا ومعانا تتبني الأوطان. لازم نغرس حب الأوطان في قلوب الشباب ده. زي ما الرأس بيفتتح، لازم ننظر إلى هذه الملفات ونعرف إن في ناس بتبني وفي ناس بتهدم. في ناس بتعمر وفي ناس بتخرب. وفاسدين. أنا ما ذكرتش أسماء ومش هذكر أسماء، بس أوعدكم إن لم يرتدعوا وإن لم يكن لهم وقفة مع دولتنا ويرجعوا للصواب، الملف ده هيروح الرقابة الإدارية وهيروح أعلى جهات في الدولة، وأظن أنه قد وصل الآن، ولينتبه من ينتبه. حلقة سيادتك تعتبر بلاغ للجهات الرقابية وبلاغ للنائب العام. هذه جئنا إليك سيادة المستشار في هذه الحلقة حاملين
رسالة ألم من هؤلاء المواطنين وأمل في حياة كريمة، التي يعني في جميع خطابات السيد الرئيس بيقول لك حياة كريمة للمواطنين. فنرجو أن هؤلاء التنفيذيين والقيادات المحلية تحزو حزو هذه القيادات في حب هذا الوطن اللي ملناش غيره عندك، أوطان حواليك وقعت وما رجعتش. أنا بتعجب وحضرتك معايا أستاذ أحمد إسماعيل. ألو. أيوة يا فندم. إزيك يا أحمد بيه؟ أهلا وسهلا. إزيك يا فندم عامل إيه؟ أستاذ أحمد إسماعيل معايا؟ أيوة يا فندم معاك. اتفضل حضرتك أستاذ أحمد. أنا حسب معلوماتي إن عندك برضو في هذا الشق معلومات جوهرية. تحت أمرك يا فندم، أمرني. اتفضل. بالنسبة لموضوع السرفيز والتكاتك والمشاكل اللي موجودة. بص يا فندم، أنا يعني أنا بشكر سعادتك إن أنت اديتني الفرصة دي. لينا إحنا لينا الشرف. يعني إن أنا أتكلم مع حضرتك. إحنا الأول بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات الجامدة اللي هو عاملها. تمام. ودي المواطن البسيط اللي في الشارع لمسها. يعني المواطن البسيط لامس اللي السيد الرئيس بيعمله. تمام. ما تجيش منظومة زي منظومة السرفيز دي تعمل عملية احتقان في الشارع، تعكر صف احتقان شعبي. انت فاهم حضرتك؟ فاهم. يعني انا عشان ابقى راجل موظف، راجل يعني خلي راجل طالب او بكالوريوس وراكب توك توك او بيزود دخله او بيعمل مصاريفه، ويجي واحد مسجل واقف من بتوع السيرفيس مسجلين كلهم، يمسكوا الراجل ويدفعوا 1200 و1300. طب ده هيعمل ايه؟ يعني ده هيروح فين حضرتك؟ يعني احنا عندنا هنا نموذج الاستاذ جمال صلاح، ده راجل محترم، ده رئيس القطاع بتاع امبابه، ده بيتعامل بروح القانون مع الناس، انت فاهمني؟ ايوه. فياريت كلهم يحظوا حظه. يعني احنا مش عارفين ليه يعني المنظومه بتبقى فاشله كده، مع ان الناس اللي قائمين على المنظومه واحد زي الاستاذ جمال صلاح ده رئيس القطاع، انا راجل محترم. انا مش عايز اذكر اسماء يا استاذ احمد. فندم ماشي يا فندم. لم ياتي موعد الاسماء حاليا. ماشي يا فندم ماشي. كمل حضرتك يا فندم. كمل. فاحنا بنتكلم في حاجه ان احنا عاوزين بس يعني نظره للمواطن البسيط ده عشان ما يحصلش احتقان في الشارع. انا وانت المواطن البسيط نظره ايه؟ انا من غير المواطن البسيط ما اعرفش اعيش. بالظبط كده، ده اللي احنا بنحكي فيه بقى. ما بجيش انا يعني ما زعلش مني، شغال طول الشهر ويجي يمسكوني مرتين في الشهر، انت فاهمني؟ ادفع لي 2000 ولا 2500 ويديني وصل ب 100 جنيه. يعني انت بتديني وصل بتاع السحب 100 جنيه حتى الفلوس دي بتروح فين؟ هل هي بتخش خزينه المحافظه ولا بتروح فين الفلوس دي؟ صحيح صحيح، ده اللي انا بتكلم فيه. يعني حتى انت يعني انت راجل شريف يا استاذ احمد، انت راجل شريف وراجل محترم ومداخلتك جوهريه، وانا بعتذر للساده المشاهدين في كل محافظات مصر. المخرج والاعداد بيكلموني بيقولوا لي التليفون لم يهدأ، مصر كلها بتتكلم على هذا الملف، وانا ونجا حمادي والصعيد والفلاحين اخواتنا واسكندريه واسماعيليه وبورسعيد، انا بشكرهم كل اتصالات. انا بعتذر معلش، هنحاول نتداول هذا الملف مرة أخرى. وبشكر الأستاذ محمد عبد الحي أنه شرفني في الاستوديو النهاردة ووضح لي جزئيات خطيرة جدا برضو. وبشكر كل الناس الأفاضل اللي دخلوا معنا في المداخلات. يا جماعة، إحنا الوطن، الفقير والغني هو الوطن، مفيش بلد بتتبني من الأغنياء بس. الغني والفقير إيد واحدة، الضعيف والقوي إيد واحدة. اوعى تستقوى على أخوك، اوعى تستقوى بسلطة، اوعى تستقوى على الضعيف. خليك فاكر دي رسالة مني لكل واحد بيستقوى. المصريين هيفضلوا زي ما هم أقوياء شرفاء بيحافظوا على تراب هذا الوطن. وأنا بوجه عناية شبابنا وبعتذر لهم لو حد أساء ليهم أو حد اعترض طريقهم أو حد استعمل طريقة مش كويسة معهم، بعتذر لهم وبتأسف ليهم وبقول لهم ما تزعلوش، بلدكم محفوظة وبلدكم مستورة وعندنا مشروعات كويسة وعندنا بنية تحتية إن شاء الله. في ظل إن العالم كله بيتوقف، مصر بتتقدم بفضل الله سبحانه وتعالى. وأنا بقول رسالتي، ارجعوا برحمة ربنا، اللي معهوش ما يزعلش عشان اللي معاه هيديله، المريض نتلم حواليه وندعيله. الجيران بتوع زمان، كنا زمان بناكل في طبق واحد، بيت واحد بياكل في طبق واحد، مفيش الكلام ده خلاص. بشكر حضراتكم وبشكر الأستاذ محمد عبد الحي وبشكر كل المصريين الشرفاء اللي بيحافظوا على مصر. يا رب تحمي مصر وتحفظ بلدنا وتحفظنا وتمنع عننا أي أذى. واشوفكم على خير ضد الفوضى وإلى بشوشة. والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.